مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي أفنينا سنين كقصة، معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يومك كلوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يومك كلوتي عليك. حاسسها في أماني سلام وضمان في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني أماني سلام وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه الحلوة اللي فيه. أوجه الشكر لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق التليفون أو رسائل الاس ام اس أو الخطابات أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. قصتنا النهاردة بعنوان نيران أقصى من سيتي. نيران أقصى من سيتي، وسيتي دي عادة هندية وثنية رهيبة، وهي إنه أي راجل لما يموت في الوقت القديم في الهند كانوا يجيبوا مراته وهي حية. هم بيحرقوا جثة الميت يخلوه رماد، كان يجيبوا مراته الحية ويحرقوها معاه، يقول مش ممكن هي تعيش بعد ما جوزها مات، فيحرقوها وهي حية من غير ما يذبحوها ولا حاجة، كده يحرقوها وهي حية مع جوزها تقعد تصرخ. وطبعا منظر رهيب جدا، مش عايز يعني أتخيله أكتر من كده. كانوا بيحرقوا أي زوجة مع جثة زوجها، هي اسمها سيتي. لكن قصتنا النهاردة عن خادم عظيم استخدمه الرب علشان يبطل هذه العادة الرديئة في كل الهند بواسطة الإنجيل، وهو المرسل العظيم للهند ويليام كاري. هذا الرجل اللي فعلا ممتلئ بعمل الرب. ولد ويليام كاري هذا المرسل الجميل في انجلترا في عام 1761 في أسرة فقيرة، وللأسف ما تعلمش، فكان بيشتغل اسكافي يعني يصلح أحذية في محل بسيط. لما كان سنه 14 سنة تقابل مع المسيح عن طريق صديق لي اسمه جان دار، حكاله على عمل الرب يسوع المسيح على الصليب. ومن سن 14 وهو في محل الاسكافي تأثر جدا ربنا كده، ثقل قلبه بالعالم كله، فجاب الخريطة. تخيل شاب سنه 14 سنة واسكافي يعني مش متعلم ولا حاجة، جاب خريطة العالم وحطها في المحل، وكان كل يوم يحط ايده على قارة من القارات ويصلي، صلي لأجل أمريكا، صلي لأجل الهند، صلي لأجل الصين، صلي لأجل الشرق الأوسط. الناس بتوع الكنيسة حسوا إنه عنده رغبة رائعة إنه يزور هذه الأماكن ولا سيما الهند، فرتبوا لي فرصة ان هو وزوجته يزوروا الهند. وسافر ويليام كاري في عام 1792 الى الهند في سفينة شراعية صغيرة، واستغرق في السفر بتاعه 5 شهور. اشتغل هناك في مصنع صباغة بسيط، وللأسف واجه مخاطر صحية كتيرة في الهند، ولا سيما انه ابنه الصغير بيتر كان مريض ومات ودفنه في الهند، لكنه اعتبر ان كل تضحيه لاجل المسيح تهون. في عام 1799 سافر ويليام كاري الى ولايه سيرالامبور، والولايه دي هناك قدر انه يترجم الكتاب المقدس كله بالعهدين للغه البنغاليه. ساعده كده صديق لي اسمه كريشنا شندربال، وترجم كل الكتاب المقدس هناك. وظل من عام 1801 لمدة 30 سنة يدرس اللغة البنغالية في الهند، مع أنه هو مش هندي. دي بقى معجزة ربنا، اسكافي انجليزي يبقى بروفيسور، درس وأخذ دكتوراه وبقى بروفيسور يخدم في هذه الكلية. بس هو كان كل همه أنه يربح النفوس للمسيح، وانه يخلص الهنود من عاده سيتي الرهيبه.
في عام 1812 وصلوا حسب كلماته أجمل خطاب لي في الحياة من والي الهند، بيقول له قررنا حسب اقتراحك أن نلغي عادة سيتي. وكان يوم جميل استطاع ويليام كاري بنور الإنجيل أن ينهي تماما على هذه العادة الرهيبة. استطاع بنعمة الرب أن يؤسس 11 كنيسة في الهند وأن يعمد 350 شخص، ورحل عن دنيانا إلى السماء يوم 9/6 سنة 1834، وقيل أنه واحد من أعظم من عاش في الهند. إسكافي طفل سنة 14 سنة يحب الهند وهو في إنجلترا، ثم يسافر هناك ويغير العادات والتقاليد ويربح المئات للمسيح ويترجم الكتاب. هذا هو عمل المسيح. بالمناسبة القصة دي مجرد قرايتها ناس كتيرة بعتولي بيقولوا حياة ويليام كاري غيرتنا، فكم وكم وهم الآن يشاهدوها على التلفزيون. سأستكمل معك نيران أقصى من سيتي بعد أن نستمع لهذه الترنيمة العظيمة والمؤثرة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. لم يحبني المسيح ما كان أشقاني، طهرني ذاك الذبيح من كل أدراني. نيران أقصى من سيتي. إيه نيران أقصى من سيتي؟ عرفنا أن عادة سيتي هي عادة هندية وثنية رهيبة. أي واحدة يموت جوزها وهي عايشة يروحوا جايبينها ويحطوها مع حريق بيحرقوا الجثة وما هناك عشان تبقى رماد، يروح رامين الست دي حية وتصرخ بقى. يقول لك يعني فزع ويليام كاري حينما رأى هذه العادة الرديئة. في كرونس الأولى أصحاح 10 يقول الكتاب المقدس أنه ليس وثن في العالم بس ورى الأوثان في قوة شيطانية. صراحة بل شياطين هم لا يعبدون الوثن لكنهم يتعبدون الشياطين. تقول لي لا ما بيعبدوا وثن. لا، ورى الوثن قوة شيطانية، قوة شيطانية. وعايز أقول لك كلام مهم قاله المسيح. اقرأ معايا في إنجيل يوحنا وأصحاح 10. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
السارق اللي هو إبليس لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. إبليس عايز يذبح الناس. قال المسيح في يوحنا 8 عن الشيطان: ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. عايز أقول لك حاجة معرفش عرفها ولا لا، أن الشيطان عارف أنه رايح الجحيم. لما كان المسيح بيخرج شياطين كانوا بيقولوا له: هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ وطلبوا منه: لا تذهبنا إلى الجحيم. هم فاهمين، عشان كده عايزك معاه. هتقول لي: لا مش أنا. أرجو أنك ما تكونش أنت عايزك معاه. هتقول لي: دي عادة رديئة. بس على فكرة إبليس بيكررها أبديا بطريقة أخطر. يعني إيه؟ يعني هو الهنود بطلوا يحرقوا الست مع جوزها الميت، لكن إبليس ما زال بيودي الناس الجحيم. هتقول لي: هو ليه ربنا خلق الجحيم للبشر؟ لا توجد ولا آية أن ربنا خلق الجحيم للبشر. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب في إنجيل متى أصحاح 25: اذهبوا للنار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. هو عارف أنه رايح النار، عشان كده عايز ضحايا معاه. أرجو ألا تكون أنت ولا أنت. لهذا شوي المسيح على الصليب، لكي ينقذك من حريق أعظم من سيتي، لكي ينجيك من نيران أقصى من سيتي. في العهد القديم كان في مذبح اسمه مذبح النحاس، 24 ساعة كل يوم النار مولعة فيه والذبائح تتقدم، ويقدموا ذبائح تاني والنار مشتعلة. حينما مات المسيح على الصليب أبطل هذه النيران. عارف ليه؟ لأنها اتشوت فيه. كل ذبائح العهد القديم ما كانتش تكفي، كانت رمز لذبيحة المسيح. لكن المسيح على الصليب من ضمن العبارات السبعة العظيمة اللي قالها: قد أكمل، يعني قد أكملت كل العذابات اللي أنت وأنت كنا وأنا كنا سنحتملها في الجحيم. مكتوب أنه أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. لهذا لم تخلق الجحيم للبشر. طب هتقول لي: والناس رايحة ليه؟ الناس كل واحد رايح عند حبيبه. الشيطان يدي الواحد شوية ملبن وشوكولاتاية زنا، شوكولاتاية خيانة زوجية، شوكولاتاية مخدرات، شوكولاتاية كذب كده، وبعدين ياخدك معاه. لكن الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ما تقبلش عطايا إبليس، قول له: يا رب حررني، حررني من نار إبليس هنا، وحررني من الأبدية التعيسة مع أنا بجيلك يسوع. معنى اسمه يعني مخلص. سيب اللي في إيدك، سيب اللي في إيدك دقيقة، صلي معايا. يا رب يسوع أشكرك، قول ورايا، لأنك أنت اتذبحت بدالي، اتشويت على الصليب كالذبيحة الكاملة حتى لا أذهب إلى الجحيم مع إبليس. حررني، انقذني، اضمن لي الحياة الأبدية. أتركك في رعاية الله وفي أفراح الروح القدس، وأنت قد انقذت من النيران التي هي أقصى من نيران سيتي. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. إنسان قوة شيطانية. عايز أقول لك حاجة معرفش عرفها ولا لا، أن الشيطان عارف أنه رايح الجحيم، عشان كده عايزك معاه. لا توجد ولا آية أن ربنا خلق الجحيم للبشر. شوي المسيح على الصليب لكي ينقذك من حريق أعظم من سيتي، لكي ينجيك من نيران أقصى من سيتي. ما تقبلش عطايا إبليس، قل له: يا رب حررني. لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني، خلصني ذاك.